عايزة برضو أسأل بقى، هل الموضة بتنفع أيا كان بقى شكل الموضة السيزن ده، بينفع مع كل الأجسام، بينفع مع كل الأشكال الأطول والألوان والأجسام أحجامها؟ انت جايبة لنا متهيألي صور كمان نشرح عليها، مش انا كده؟ جايبه صور نشوفها. للحاجات الموضه عامه اللي طالعه ترند، اللي هي في الشتاء 20 23 24، ده السيزون، رابطين تمام. ما بين الخريف والشتاء عشان ده السيزون بتاعنا. طيب بس بصي، قبل ما نعرض الكولكشنز اللي هي المختلفة، احنا دلوقتي معنا اشكال الجسم نفسها يليق الانواع عليها ايه؟ بتاعه الجسم الشكل. بصي بالظبط كده. هي انواع الجسم انا لازم ابقى عارفه اصلا نوع جسمي وستايلي، يعني ايه الستايل اللي هيليق عليا عشان اقدر اعرف الموضه دي هتليق عليا ولا لا، ماشي اقدر اعرف البسها ولا لا. تمام مش حلو. لازم كل موضه تليق عليا ومش لازم كل موضه البسها، انا ممكن اخد حاجه واحده من الموضه واعمل لها ستايل، بس المهم تبقى شكلها لايق على جسمي وعلى شكل جسمي وتبقى شكلها شيك وحلو. ما أكيد. ينفعش في الاخر ابقى لابسه حاجه الناس بتبص لي انها مش حلوه عليا، ودي برضو بترجع لطبيعه الشخصيه بتاعت كل واحد. في ناس شخصياتهم مش فاشن ولا تريندي قوي، وفي ناس شخصياتهم بيحبوا يعملوا ستايل لنفسهم كده، دول بيبقوا شيك ودول بيبقوا شيك، ودول شكلهم حلو ودول شكلهم حلو، بس كل واحد على حسب طبيعته. أكيد. فدي حاجات مهمة جدا ان انا اعرف نوع جسمي عشان اقدر اقرر هلبس ايه مناسب لي وطبيعة شخصيتي. طيب ما تشرح لنا كده على الصورة دي بوجدان. احنا عندنا انواع الجسم 5 انواع. تمام. انا ما بحبش اقول اشكال عشان كلمة أشكال إحنا بتبقى سهلة بالنسبة لنا، لكن إحنا مش أشكال هندسية ولا فواكه، لأن هو دوت المتداول ما بيننا، بس هو ده جسم السهل. تفاحة وجسم كمثرى أيوة ما هو ده سهل ما بيننا، لكن إحنا صح. توازن جسمنا إيه؟ إحنا بادي بالانس، تمام. فلازم نبقى عارفين تقسيمة الجسم. لما بنيجي نشتري حاجة وبيعملوا لنا الشورت، مقاس الكتف، مقاس الوسط، مقاس لما بنشتري حاجة اونلاين كمان، بالذات البنات لازم اللي بتشتري المقاسات اونلاين تبقى بيقولوا عارفة لنا ده. البادي بالانس او التوازن بتاعنا. تمام. فاحنا عندنا 5 انواع للجسم، حلو. يا اما هنقول بالطريقه السهله للكل، يا اما بيبقى الشكل المستطيل اللي هو بيبقى ريكتانجل، ده بيبقى نازل حته واحده مفيش وسط، الجسم مش متقسم، فلازم نعرف هنلبس له ايه عشان نقدر نحدد الجسم ويبقى شكله حلو. اوكي. تاني نوع الجسم الترينجل عادي، اللي هو المثلث العادي اللي هو من فوق بيبقى رفيع قوي ومليان من تحت، اللي بيقولوا شكل الكمثرى، الجسم الكمثرى اللي ده مليان جسم من الكمثرى. اوكي تمام. تالت نوع هي دي ايه؟ ده اللي هو انهي شيب؟ ده التراينجل بقى المقلوب، ده المقلوب. اللي هو بيبقى الكتف عريض ايوه. ومن تحت رفيع، دول دايما دايما بنلاقيه في اللي بيلعبوا رياضة وسباحة، بيبقوا عرض عضلات جدا الكتاف وعضلات الدراع بتبقى وبيعرضوا الكتف، بيعرضوا بيعرض طبعا. جامد، ومن صح. تحت الرجل رفيعة، فده برضو لازم يلبس حاجات معينة، يعني كل نوع لازم لبس علشان يداري الدفو ويبقى باين متناسق، الشكل بشكل حلو، ما متناسق مع يبقاش بعض، مبين لابس حاجة عشان عايز يلبسها او موضة وفي نفس الوقت يبقى شكله لا يعني مش حلو. غريب. وفي حلو. الشكل المربع او البيضاوي اللي هو السيركل ده المدور، ده بيبقى الكاب والبطن كبار، بتبقى الحته دي مليانه قوي، ده برضو ليه ستايل لبس معين عشان ما يبقاش مبين الدفوهات اللي في الجزء ده. واخر حاجه بقى التوب، طبعا جسم يعني بالنسبه لاي حد، بس يعني هو عادي، هو كل الجسم بيلبس ويقدر يلبس موضه، ما نقدرش نقول لحد جسمك ما ما ينفعش. تلبسش حاجه صح. ما ينفعش خالص. الجسم اللي هو الساعه الرمليه اور جلاس، ده بنسميه الجسم السكسي، تقسيماته بالظبط، الوسط مظبوط صغير والكتف عريض الجسم الهندرستومي. ايوه الجميل ده. الاجسام بتاعت ما شاء زمان، الله. هندرستوم ومارلي مورلو والحاجات بالظبط دي، كده. دول الجسم انا البرفكت. بعتز بهندرستوم اكتر، المصريه حبيبتنا لا الجميله اللي زي القمر الاصلي. ايوه ما هم كلهم يعني بتوع زمان كانوا الجسم البرفكت بتاع صباح كمان كانت وشاديه، كل الناس بتوع زمان الجسم اللي هو بتاعهم كان متقسم القمر دي. التقسيمه اللي هي البرفكت. ده حتى لما بنروح لترزي او حاجه بنلاقي المانيكان اللي عنده متقسمه كده، ايوه صح، شكل الساعه الرمليه. ايوه صح، ده اللي بيجيب لنا العقد طبعا. ما هو يا ريتني المقاسات بتاعته مانيكان غير مقاساتنا. خشب. مقاساته غير المقاسات اللي بياخدها عندنا، يعني ما بالظبط. بيعرفش يظبط عليها يعني. صح.
دي كده انواع الجسم. تمام. وانا طبعا حاطه امثله بقى لكل نوع، بس انا ممكن اشرح حتى يا ريت غير الصور. انا لو حد كتفي عريض أوكي. ومن تحت رفيعه، ماشي. انا ما ينفعش البس حاجه من فوق فيها فلونات كتيره ونقشات كبيره وتملى الجزء بتاعي من فوق اكتر. تمام. واجي من تحت البس سليم، طب ما انا برضو هفضل بنفس طب ما انا كده المشكله. انا كده برست ال يعني انا كده حددت لا انا لازم اركز ان الحاجه من فوق تبقى ساده وتبقى في او راوند. لو بليزر يبقى بصف زراير واحد، حاجات ما تبقاش اوفر سايز علشان ما تملانيش من فوق، والبنطلونات من تحت ابعد عن السليم عشان ما ترفعنيش اكتر. احاول اشوف حاجات دبل ستريت. حلو. طب الفي او الراوند لما تلبسهم محجبه اكيد الحته دي مش بتبان. لا بقى لبس الحجاب بقى في الشتاء اصلا يعني كل الموضه وكل الستايل، بنقدر بنحط بقى الشميز وبنحط بالزبط. الباك والمحجبات دلوقتي اللبس بتاعهم بقى سهل جدا. انما المهم فكره انه يبقى راوند او في كده كده هو بيدي شكل وساده. وساده. حتى لو الجسم من تحت او الجلد نفسه من تحت مش باين، انما اصل هو في ممكن بتحط السكارف دلوقتي طالع موضه، هاي كول شميز هاي داك، بيبقى في حاجات كتير، بس المهم الالوان تبقى ساده، ما يبقاش فيها نقشات كبيره وفيلونات وكرانيش وحاجات كتير علشان ما تعرضش الجزء اللي فوق ومن اكتر. ومن تحت يبقى واسع بقى او نازل ستريت علشان هي اوريدي رفيعه فما ترفعش اكتر. تمام. لازم تبقى حاجه واسعه، حاجه ايفازي، حاجات تملى شويه تتناقص، يعني يعمل تناسق في المقاسين مع بعض.